أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم. مع الانحسار الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا وتجاوز مرحلة الذروة في انتشار الوباء، تعلن الحكومة المؤقتة عن سعيها الحثيث للحصول على لقاحات مضادة للفيروس لإعطائها لسكان المنطقة، واضعة خطة لتلقيح نحو 1 مليون شخص خلال العام الجاري. تشير الحكومة بحسب تصريحات لرئيسها عبد الرحمن مصطفى أنها لن تقبل أن تكون تلك اللقاحات عن طريق نظام، فهل تستطيع حكومته الحصول على لقاحات من الصحة العالمية وما الطرق التي ستعتمدها في الحصول عليها؟ وفي وقت تقف فيه دول كبرى عاجزة عن تأمين تلك اللقاحات. في محورنا الثاني مشاهدينا، تعيد واشنطن حساباتها في التعاطي مع الملف السوري مع وصول الإدارة الجديدة إلى أروقة البيت الأبيض. تشير تصريحات متفرقة لمسؤولين سابقين في الملف السوري إلى ملامح السياسة الجديدة، ويعلن المبعوث الأمريكي إلى مناطق شمال شرق سوريا سابقا أنه لا دولة كردية يمكنها القيام شمال شرق سوريا، وأن القوات الأمريكية باقية في المنطقة يعينها أكثر من 100,000 جندي في تنفيذ سياساتها المستقبلية. فما أهداف الإدارة الجديدة؟ وهل ثمة تغيير جذري في التعاطي مع الملف السوري مستقبلا؟ قالت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة إن شمال غرب سوريا تجاوز مرحلة ذروة وباء كورونا التي حدثت منتصف شهر تشرين الثاني الماضي وحتى أواخر كانون الأول الماضي. وأضافت الوزارة أنها رفضت تسلم لقاحات كورونا عن طريق نظام الأسد، مشيرة إلى أنها وضعت خططا لتلقيح نحو 1 مليون شخص في المنطقة خلال العام الحالي. تتواصل تداعيات فيروس كورونا في سوريا عموما وفي شمال غرب سوريا خصوصا. شبح هذا الوباء الذي خيم على آلاف الأهالي في المنطقة نتيجة الانهيار الكبير في نظامها الصحي، إلا أنه بدأ يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بالفيروس بعد وصوله إلى الذروة خلال الأسابيع الماضية. وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة تؤكد أن شمال غربي سوريا تجاوز مرحلة ذروة وباء كورونا، وأن مسار الحالات في تراجع، حيث لم يتجاوز عدد الحالات خلال الأسبوعين الأخيرين 20 حالة يوميا، وأنها ستبقى متأهبة لحدوث ذروة ثانية كما حصل في شتى الدول حول العالم. وبعد الحديث عن وصول اللقاحات عن طريق نظام الأسد، أكدت الحكومة المؤقتة أن اللقاحات ستصل عن طريق وزارة الصحة التابعة لها، وسيتم تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما وما فوق، كاشفة عن خطتها لتلقيح نحو 1 مليون شخص خلال العام الحالي بالتنسيق مع المانحين ومنظمة الصحة العالمية. منظمة أممية أكدت في وقت سابق أن وصول اللقاحات غير مضمون في ظل قيام نظام الأسد بحجب الأغذية مراراً والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين. ما يشغل الناس حالياً الحديث إما عن كورونا أو عن اللقاح الخاص به، وفي منطقة تعاني كوادرها الطبية من ضعف الإمكانات يعتبر وصول اللقاح طوق نجاة للأهالي، فهل يصل اللقاح ويمنع وقوع كارثة صحية في المنطقة؟ للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد سالم، مدير شبكة الإنذار المبكر في وحدة تنسيق الدعم من غازي عنتاب، وأيضا أرحب بالدكتور رامي كلزية، مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة من غازي عنتاب. أهلا بكم، وأبدأ معك دكتور رامي. يعني في البداية دعنا نبدأ بملف لقاح كورونا بشكل عام، كيف يتم إدارة ملف اللقاح في العالم، ويعني أين بسوريا، يعني أين موضوع برنامج كوفاكس؟ حياكم الله أستاذ ديما وجميع المشاهدين، أسعد الله مساءكم. بصراحة في العالم ما بنعرف، ولكن في شمال غرب سوريا الموضوع يتم بالتنسيق بين كل الأجسام المعنية
بقيادة القطاع الصحي على المستوى الوطني. فوزارة الصحة ومديريات الصحة وفريق اللقاح الوطني وشبكة الإنذار المبكر ووحدة تنسيق الدعم ومنظمة الصحة العالمية، كلها يعني في اجتماعات على مدار اليوم حقيقة لأجل تنسيق هذا الملف المعقد والمكلف جداً. الملامح الأولية للخطة تقريباً اكتملت، ولكن يتم نقاش لحد الآن أي نوع من اللقاحات هو الذي سيتم اعتماده، وذلك يعتمد بشكل أساسي على توصيات منظمة الصحة العالمية. المخطط له أن يتم تلقيح حوالي 800 ألف إلى مليون نسمة في خلال العام القادم، ستكون على دفعات، والأولوية ستكون للقطاع الصحي وكبار العمر وأصحاب الأمراض المناعية المزمنة. نعم، طيب ما هي أسباب رفض يعني المعارضة الحصول على اللقاح من النظام؟ السبب الرئيسي حقيقة هناك سببين، سبب نعم. بسيط واللوجستي، لوجستي بحت، حيث استلام اللقاحات عن طريق النظام سيؤدي إلى إطالة المدة وإطالة السلسلة اللوجستية وبالتالي تكاليف أعلى، وربما يصل اللقاح قد انتهت وقد انتهت صلاحيته أو قد فسد بسبب ضعف الخبرة التقنية سواء عند النظام وأيضا بسبب الظروف الصعبة التي طيب. ربما تؤدي إلى فساد اللقاح. السبب الأهم حقيقة هو الثقة، يعني النظام يقتل ويهجر ويعتقل الشعب ويعذبهم ويشردهم ويهجرهم، كيف يستطيع أن نثق أنه سيرسل لهم اللقاحات خاصة في مناطق الخارج عن سيطرته، وقد اعتدنا عليه سرقة كل المساعدات الإنسانية والتجويع والحصار والتهجير، فكيف سنثق به أن يؤدي المهمة الإنسانية للمناطق الخارج عن سيطرته؟ نعم، طيب هل تم عرض هذا الموضوع عليكم بأن اللقاح سيتم توزيعه عن طريق النظام؟ بصراحة تم تلميح لذلك، نعم. ولكن الموقف كان صارما، ولذلك تجدين نكرر هذا مرارا وتكرارا عبر منصتكم الكريمة وكل المنصات الأخرى أن الأمر مرفوض. هل يمكن أن تضعنا بصورة ما تم بالفعل؟ لحد الآن نعم. الذي يتم بالفعل هو التخطيط مع كافة الأجسام المعنية بالقطاع الصحي كما ذكرتها في مطلع حديثي، المعنية بالقطاع الصحي في شمال غرب سوريا، وأن اللقاحات سيتم تسليمها للجهات الوطنية المسؤولة هناك. ومن الذي ألمح لكم بأن اللقاحات ستتم عن طريق أو توزع عن طريق النظام؟ يعني لسنا بصدد ذكر أسماء أو نعم. جهات معينة هنا، ولكن هذه الأحاديث تدور عادة أو يتم التلميح لها خلال الاجتماعات الرسمية، أحيانا بطرق رسمية أحيانا بطرق غير رسمية. نعم، أنتقل إلى ضيفي الدكتور محمد. دكتور محمد، لو تقدم لنا يعني استعراضا حول الموجة الأولى من فيروس كورونا في شمال غرب سوريا. اهلا وسهلا فيك بالساده المشاهدين وضيفك الكريم. طبعا مثل ما تم ذكر بالتقرير انه انتهت الموجه الاولى، ونحن حاليا في انحسار المرض في شمال غرب سوريا مع التجهيز لانتشار اخر او ذروه اخرى متوقعه في نهايه شهر شباط او في منتصف شهر اذار، كما واجهت هذه الذروه الثانيه في بلدان اخرى كتركيا او في اوروبا وفي امريكا الجنوبيه. لذلك ما يزال التحضير مستمرا لمواجهه الموجه الثانيه من استكمال تجهيز المشافي، الدعم المشافي بأجهزة الأكسجين وسد الثغرات من ناحية الكادر الصحي وتدريبه بشكل أكبر. بدأت الموجة الأولى في شمال غرب سوريا ب9 تموز بإصابة أحد الكوادر الصحية، واستمرت بالتصاعد حتى وصلت إلى الذروة في شهر تشرين الثاني وكانون الأول، وبدأت بالانحسار تدريجيا. كان شكل المخطط الوبائي لهذا الوباء في شمال غرب سوريا بشكل منحنى ناقص ذروة وانخفاض تالي، مما يدل على عدم إجراء أو طب ما هي أسباب الانحسار؟ تسطيح المنحنى في شمال غرب سوريا، أي لم يتم إجراء تباعد اجتماعي أو التزام بلبس الكمامات أو حجر أو منع تجول. نعم، أسباب الانحسار ما هي؟ كما هو المسار الوبائي في أي وباء، سيتم إصابة الفئات الأكثر خطورة التي تخرج والفئات الشابة التي تعمل ولا تلتزم بوسائل الوقاية، فتزداد الإصابات تدريجيا نتيجة الاحتكاك، ثم تنحسر تدريجيا نتيجة إصابة أكبر عدد من الفئات الشابة، ثم تأتي الموجة الثانية في إصابة الأشخاص الآخرين الذين بقوا بعيدين عن الأشخاص المصابين في المرحلة الأولى، وقد تكون أخطر من المرحلة الأولى لا سمح الله. نعم، يعني نحن مقبلون على فصل الصيف والحياة ستعود، بالتالي إن كان هنالك التزام من قبل الأهالي وتنفيذ للإغلاق لن يستمر هكذا، يعني وهنالك موسم زراعة قادم، ما هي التوقعات وما هي التحضيرات لهذه الأيام؟
كما ذكرنا سابقا مرارا وتكرارا، لا يوجد سلطة حقيقية على الأرض تستطيع فرض إجراءات الوقاية من لبس الكمامات أو فرض التباعد الاجتماعي أو حتى منع التجول الجزئي أو الإغلاق الجزئي أو التام حتى. فلا نستطيع أن نتوقع ما هو مسار الوباء في المرحلة الثانية في شمال غرب سوريا في ظل عدم انضباط أو عدم التزام المجتمع في المرحلة الأولى، فأعتقد أنه سيكون هناك استهتار آخر في المرحلة الثانية، لكن لا نتمنى ذلك، فقد تكون الأعراض المتوسطة والشديدة أكثر رغم أن الإصابات قد تكون أقل، وبالتالي سيكون العبء المرضي على القطاع الصحي في شمال غرب سوريا في الموجة الثانية أكبر منه في الموجة الأولى. نعم، أعود إليك دكتور رامي، يعني من خلال تعاونكم مع المنظمات الدولية، ما هي الاحتياجات التي استطعتم الحصول عليها لمواجهة الموجة الثانية؟ لحد الآن التجهيز الذي تم للموجة الأولى هو ما سيتم استثماره وتحسينه للموجة الثانية. تم استجلاب حاليا أيضا في خلال الشهر الفائت المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي. تم دعم المنطقة بعدد أكبر من مولدات الأكسجين، حوالي 5 مولدات إضافية دخلت إلى المنطقة، طبعا نقصد كامل المنطقة حلب وإدلب، بالإضافة إلى دعم بكميات جيدة من يعني أجهزة أو المستلزمات الوقائية مثل الكفوف والكمامات والدروع الواقية للوجه إلى آخره، بالإضافة إلى شرائح التحليل أو الإجراء الاختبار. وضيفنا الكريم دكتور محمد يعني هو أعلم مني بذلك كون الأمر يعني مرتبط مباشرة بالإيورن، ولكن المقصود أن ما تم تجهيزه للموجة الأولى هو نفسه سيستثمر. هذه يعني التجهيزات التي تمت أكيد لن تضيع سدى، ولكن سيتم تطويرها وجاري العمل على تطويرها، بالإضافة لموضوع اللقاح الذي يعني بحال وصوله في الوقت المناسب إن شاء الله سيزيح شبح الذي يعني نعيشه حقيقة. متى تتوقع يعني وصوله؟ سيزيح شبح انهيار النظام الصحي لا قدر الله بسبب زيادة عدد الإصابات. كما تفضل الدكتور محمد، الذروة الثانية متوقع أن تكون في أواخر هذا الشهر أو الشهر القادم. المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات التي قد تغطي حوالي 3 إلى 5% من السكان خلال أواخر شهر آذار القادم إن شاء الله. نعم، طيب من ذات السياق أعود إلى ضيفي دكتور محمد، يعني كيف هي تجهيزاتكم لهذا اللقاح وكيف تتحضرون له؟ وهل هنالك يعني مراكز يتم افتتاحها او العمل عليها للتجهيز؟ طبعا انا بصفتي اني مدير برنامج اللقاح في وحده تنسيق الدعم وعضو نعم. فريق لقاح سوريا، فالتجهيز للمرحله كما ذكر الدكتور رامي حاليا سيصل 5% من 3.3 الى 5% من حاجتنا من اللقاح، وسيتم ذلك لاحقا ترميمها حتى تصل ل 20%، لكن على مراحل متتاليه. اللقاح الذي سيتم ارساله الينا هو لقاح اوكسفورد استرازينيكا، ولكن المصنع في معمل سيروم انستيتيوت في الهند، وهو فعالية جيدة ويحتاج للتخزين لدرجة ناقص 20، وتتوفر هذه سلسلة التبريد في شمال غرب سوريا. تم التخطيط لمرحلتين من الحملة، أول مرحلة تستهدف 3% من السكان الذين هم يعملون في القطاع الصحي والفئات التي تحتكم كثيرا مع المجتمع مثل المعلمين والعاملين في القطاع الإنساني أو العاملين على حتى الحواجز قد نستهدفهم، وبعض المرضى المسنين ذوي الخطورة والمصابين بأمراض القلب والشرايين كما ذكر الدكتور رامي. سيتم ذلك في المرحلة الثانية استهداف 17%، لكن هذه الخطة أولية حسب ورود آلية توريد اللقاح إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، سيتم ذلك بالتنسيق مع اليونيسيف. سيدخل اللقاح عبر معبر باب الهوى عبر القرار المعروف عن المساعدات عبر الحدود، ليتم لاحقا تجهيز فريق. كل فريق سيتم تجهيزه مكلف مكون من 4 أشخاص، 2 ملقح وملقن ومسجل، وآخر لتحريك المجتمع والدعاية للقاح وتسجيل البيانات. سيتم تشكيل مبدئيا 134 فريق ستستهدف 3% من السكان، ولاحقا يتم إضافة حوالي 500 فريق آخر ليتم استهداف 20% من السكان. نحن نأمل أيضا تأمين 40% إضافية لتغطية 60% من السكان الذين هم السكان من عمر 18 إلى ما فوق 60 سنة، ليتم تغطية كامل المجتمع، لنقول أننا استطعنا تأمين حماية كافية للسكان في شمال غرب سوريا. لكن سيتم التخطيط حاليا على عدة مراحل، على 3% التي ستأتي أولا ثم 5% التي ستأتي تاليا. سيتم تدريجيا تزويدكم بالمعلومات وفق الخطة التي سيتم وضعها من قبل فريق لقاح سوريا والجهات المعنية الأخرى الصحية التي ستعمل في اللقاح بشكل مباشر مع الناس على الأرض. نعم، طيب ما يعني حظوظ نجاح هذه الخطط التي تتحدث بها أو عنها يعني؟
الأمر فيه كثير من التعقيدات، كما نعم. تعلمي أن هناك قد تكون هناك صعوبة في إقناع الناس بخطورة المرض، فما بالك بتلقي لقاح لمرض لم يقتنعوا بخطورته، بالإضافة إلى بعض حالات الرفض في القطاع الصحي في أوروبا أو في أمريكا. لكن نحاول قدر الإمكان وضع خطط لتحريك المجتمع، لزيادة القبول للقاح، لتقبل الناس أهمية هذا اللقاح، لننفي الخطورة عن شمال غرب سوريا، ثم لاحقا ندخل بخطط مدروسة متوازنة عبر شرائح مقسمة تدريجيا من كادر صحي ثم كادر إنساني ثم مسنين فوق 60 سنة، لنستطيع تأمين النجاح بكوادر البشرية. أنت تعلمين شمال غرب سوريا قد لا نتمكن من تأمين الكادر البشري الكافي المؤهل لتقديم خدمة اللقاح دون الاستعانة بالمنظمات أو الكادر الصحي المرهق حاليا في المشافي والمستوصفات. لذلك سيتم وضع خطة بكل الجهات الفاعلة التي ذكرها الدكتور رامي قبل قليل لنضمن أكبر تنسيق وأكبر نجاح لهذه الحملة. نعم دكتور رامي، يعني اليوم ما هي البدائل أو الخطط لديكم في حال الحصول، في حال عدم الحصول على اللقاح؟ يعني أتوقع لا يوجد بديل عن اللقاح سوى أن يكون هناك لقاح، وبالتالي نعم. الضغط والمناصرة على كافة الأطراف والجهات الدولية لوضع أمام مسؤولياتها بتوريد اللقاح. ولكن يعني يمكن أن نقول أن لكن المعارضة تقول أنها تملك يعني خطة لبدء التلقيح، كيف؟ تمام، يعني الخطط الموازية يمكن أن نسميها أكثر نعم. ما تكون بديلة، هي استمرار التحريك المجتمعي للتوعية بخطورة الوباء والالتزام بالإجراءات الوقائية، ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، والابتعاد عن التجمعات والمناسبات قدر الإمكان. وبهذه الطريقة يمكننا أن على الأقل نضمن عدم حصول موجة أو ذروة سريعة تؤدي إلى إرهاق النظام الصحي. ولكن في النهاية إذا لم يكن هناك تلقيح لا قدر الله، سيكون مناعة القطع هي الحل البديل، وبالتالي العمل سيكون يعني جاريا على تسطيح الذروة الثانية قدر الإمكان. طيب بحسب مسؤول في وزارة الصحة تحدث بأن هنالك 3 جهات مانحة حاليا وجاهزة لتمويل حملات التلقيح، من هي هذه الجهات؟ حقيقة موضوع التمويل يعني يتغير بين يوم وليلة، نعم. كل يوم هناك مانح ربما يبدي اهتمامه ومانح ينسحب، ولكن مبدئيا المانحين المعروفين لتمويل اللقاحات للأمراض الأخرى هم نفسهم يعني المهتمين. لا يوجد مانح بعينه ولكن أو يقدم بشكل مباشر خاصة في وباء مثل كورونا، وإنما يتم تجميع التمويل يعني بصندوق أو مبادرة والمعروفة حاليا باسم كوفاكس، وبالتالي وإضافة لوجود الجافي الذي هو التحالف الدولي أو العالمي للتلقيح والتمنيع، وبالتالي يتم يعني صب الأموال أو ضخ الأموال من قبل المانحين عادة في صندوق واحد. أهم الجهات التي أبدت استعداداتها هي جهات قطرية وصندوق الائتمان لإعادة الإعمار، بالإضافة لبعض الجهات الأوروبية أهمها الألمانية. طيب لنعود لتصريح للحكومة المؤقتة بأنه تحدث بأن مرحلة الذروة قد تم تجاوزها وكورونا في حالة انحسار، على ماذا تم الاستناد على هذا الكلام؟ ويعني هنالك هبوط بالإصابات وهو بسبب يعني فصل الشتاء وانخفاض النشاط والحركة، على ماذا تم الاستناد في ذلك؟ الاستناد تم بناء على الأرقام التي تردنا من زملائنا في شبكة الإنذار المبكر، نعم. وبالتالي عدد الإصابات والمسحات اليومية التي تجرى والإصابات الإيجابية التي تخرج منها. على سبيل المثال البارحة تم تسجيل إصابة واحدة فقط، وبالتالي هذا يوضح بشكل يعني لا شك فيه أن الذروة في انحسار. ولكن كما ذكر الدكتور محمد وكما ذكرت عبر قناتكم ودائما نذكر في كل قناة وفي كل محفل أن التخوف لا يزال قائما من وجود موجة أو حدوث موجة ثانية، بالأسباب التي ذكرها الدكتور محمد منذ قليل والتي نعم. تلمحين لها حضرتك، يعني عندما ستعود الحياة إلى طبيعتها أكثر في فصل الصيف والربيع، عندما يعود الناس إلى النشاط مرة أخرى سيكون الاحتكاك والاختلاط أكبر، وبالتالي المتوقع أن تحدث إصابات بشكل أكبر من السابق. طيب دكتور محمد، ما هي التوقعات لديكم للموجة الثانية لفيروس كورونا من حيث حجم الإصابات والتجهيزات طبعا؟
نحن نتمنى أن لا تحدث موجة ثانية، هذا أولا. نتمنى من المجتمع أن يكون أكثر وعيا بعد تجربة موت الأحبة في الموجة الأولى، فنتمنى أن لا تحدث الموجة الثانية. حقيقة اليوم أنا عدت من سوريا منذ قليل، لا يوجد أي تخوف من خطورة المرض، لكن القطاع الصحي ما زال مستمرا بإجراءات ضبط العدوى. القطاع الصحي أصبح لديه خبرة أكبر بالتعامل مع المرض، القطاع الصحي أصبح متوازنا أكثر ويعرف التعامل ويتجاوز الصعوبات التي حدثت في الموجة الأولى، فنتمنى أن لا تكون الموجة الثانية أثقل من الموجة الأولى. نحن ما نخشى ليس كثرة عدد الإصابات فقط، لكن شدة الأعراض، أي أن هناك قد يكون هناك عدد أقل من المرضى، لكن سيكون هناك عدد أكبر من المقبولين في المشافي، وهذا بحد ذاته خطورة كبيرة على أهلنا في شمال غرب سوريا. نعم، طيب دكتور رامي، يعني بعجالة، ما هي أبرز النصائح للمشاهدين التي من الممكن أن نتحدث بها للوقاية يعني من الفيروس؟ طيب خلينا نحكي بالعامية، تفضل. طالما صرنا نتوجه بشكل يعني للمجتمع أكثر، تفضل. ونطلع شوي من الجانب التقني، النصيحة هي أنه فعلا نخلي في ذهننا أنه المرض موجود، لا يزال موجود، المرض نعم. خطير، أدى إلى وفيات يعني أكثر من 2.5 مليون تقريبا حول العالم خلال أقل من سنة وشهرين، وهذا رقم لا يستهان به أبدا في أي وباء. يجب أن نلتزم بالإجراءات الوقائية، نعرف أن الوضع الاقتصادي صعب، نعرف أنه الشغل صعب، نعرف أنه السدائر مثل ما بيقولوا، ولكن كمان نحن بدنا نخاف على صحتنا وصحة أحبائنا. ممكن نحن نظل محافظين على جزء مهم من حياتنا الطبيعية، ولكن نلتزم بالإجراءات الوقائية، نلغي المناسبات اللي ممكن إلغائها، نأجل المناسبات اللي ممكن تأجيلها، نبتعد عن التجمعات قدر الإمكان، نرتدي الكمامة طالما نحن بنعرف حالنا ممكن نكون مخالطين لناس آخرين، نحاول دائما نلتزم بالنظافة، بتعقيم الإيدين كل ما ندخل البيت، كل ما نطلع من البيت، كل ما منلامس سطح مشبوه أو شخص ما نواثقين بتعقيمه. فهي الإجراءات اللي نحن بدنا نحافظ عليها لحتى نحن نحافظ على صحة الناس اللي بنحبهم وبيحبونا. غير هيك حقيقة رح يكون الوضع صعب على الكل، وخاصة إذا صار في ضغط كبير على القطاع الصحي. فحقيقة وهي تجربة عاشوها كثير من أهلنا وناسنا خلال الذروة الأولى أو الموجة الأولى، أنه كان يمسكوا المريض ويدوروا بين المشافي وما يلاقوا سرير عناية مشددة. نحن خايفين أن الأعراض هالمرة تكون أشد والامور تكون أسوأ مثل ما ذكر دكتور محمد. لا قدر الله، طبعا ما بنتمنى يصير هالشيء، بس لازم يضل دائما محطوط في بالنا انه ممكن واحد من اهالينا، والدي، والدتي، حدا من الاعزاء اللي علي عنده قصور كلوي ينصاب بالمرض، وادور على سرير عناية مشددة وما الاقيه يموت قدام عيني بسبب شويه استهتار كان ممكن انا اتفاداه من البدايه. نعم، اشكرك دكتور رامي كلزي، مدير البرامج في وزاره الصحه بالحكومه السوريه المؤقته، كنت معنا من غازي عنتاب. ايضا الشكر موصول للدكتور محمد سالم، مدير شبكة الإنذار المبكر في وحدة تنسيق الدعم، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود بعده لمناقشة محور آخر، ابقوا معنا.